مرحبا مواليد برج الأسد، كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022؟ شو في عنا في هذا الشهر؟ هذا الشهر في عنا شمس تنتقل إلى مثلث فلكي لبرجكم ابتداء من تاريخ 22 نوفمبر لحتى تعطي تأثيرات كثير حلوة، لكن من هلأ يعني من أول الشهر لصباح تاريخ 22 نوفمبر تشرين الثاني الأجواء فيها تكون متقلبة، الأجواء فيها تكون نوعا ما بتدخل عناصر كتيرة بحياتكم المهنية بحياتكم العامة. هالأمور هذه هي يمكن مصدرها مسائل نفسية شخصية عائلية، في عندكم نوع من اهتمامات، نوع من هم معين عائلي أو شخصي عم ينشغل عليه. الجزء الأول هو يلي بيحمل عطارد والشمس في برج العقرب، يعني في مربع مع برجكم من البيت الرابع، يعني في احتمال يكون في بعض الضغوط الشخصية اللي عم شغل عليها، لكن مش دايما سلبية لأنه كوكب الزهرة كمان موجود هونيك، وبالتالي يعني في احتمال يكون في عندكم عقليا أو شخصيا خبر حلو، يمكن يكون في بيبي جديد، يمكن يكون في بيت جديد، يمكن يكون في بيع لمسألة معينة، في حل حلة لمسألة عقار، يمكن حل لورقة قانونية، ورقة إدارية، ورقة يمكن تكون مثلا العلاقة بتجديد مسألة معينة، أجار، بيع، سق معين. لكن في شغل، في ضغوط والعلاقة مثل ما سبق وقلت بمسائل عائلية شخصية أو يمكن حتى منزلية. وبرجع بكرر، لحسن الحظ كوكب الزهرة موجود هونيك لحتى يحسن الأمور وما يخلي الأمور تكتر. هلأ اللي في عنا كمان أنه كوكب زحل عم بيواجه برجكم بلش يتقدم، فبكون تحسوا بعض مواليد برج الأسد ببعض الضغوط الواضحة. عندنا كوكب اورانوس عم بيشكل مربع مع برجكم كمان من النقطة الأعلى، وهيدي صار لها سنين، فهيدي ما رح كثير نركز عليها لأنه هيدي قصة بحكي عنها بالأبراج السنوية. إذا من تاريخ 1 لصباح 22 الجو متقلب، المسائل مثل ما سبق وذكرتها فيها تكون هيك وهيك. خسوف القمر بتاريخ 8 بيقلكم انتبهوا أكثر، انتبهوا لشغلكم أكثر، بتكون واضحين وتكونوا واضحين ودقيقين بشغلكم. التوتر بيظهر بوضوح، بتلمسوه لما بتكون الايام قليله الحظ، وبالايام الاكثر حظا هي الفتره يلي لازم انتو تستفيدوا منها، واللي انا دائما بقول استفيدوا منها بقدر المستطاع، لانه هذا الجزء هو جزء دقيق، جزء ما كتير بغنشكم. هذا الجزء بالعكس لما بتكون الايام قليله الحظ بيكثر عليكم الضغط، لما بتكون ايام كثيره الحظ بترتاحوا شوي. ايمتى تفتح بوجهكم؟ لما الشمس بتروح لبرج القوس الناري صديق لكم، وبيكون سبقه الزهره وعطارد، بتبلشوا تحسوا انه في فرق، بينضم لهم بتاريخ 23 بينضم لهم القمر الجديد في برج القوس. هون تغيرت الصوره كليا، انتقلتوا من مرحلة توتر أو قلق إلى مرحلة فرح، بهجة وإنجازات حلوة كتير، فرحة كتير كبيرة، ويمكن يكون في عندكم نوع من أخبار سارة بشغلكم، بعملكم، مع أولادكم، بحياتكم الخاصة، يمكن عم بتقرروا تخترعوا شيء، عم بتقرروا تغيروا شيء، ففي احتمال أنه الأمور عندكم تكون فعلا مكافئة جدا جدا لإلكم. وبما أنه في عنا قمر جديد في البيت الخامس، يعني في احتمال يكون في عندكم قضية بتخلص، بتصير تصبح وتطلع للنور وبتبين، ومثل ما بيقولوا بيخلق البيبي أو بيصير في عندكم نوع من بداية لصفحة جديدة حلوة كتير كتير. إذا شهر نوفمبر شهر مقسوم إلى قسمين، القسم الأول حتى صباح 22 متقلب وحذر، النصف الثاني ممتاز جدا، وإذا أخذتوا يوم كثير الحظ في النصف الثاني رح بتكونوا كتير مبسوطين وكتير محظوظين. سهل كتير هيدا الشهر لتميزوا فيه، منه مثل بقية الأشهر هيك هيك، لا، هيدا الشهر واضح جدا، مقسوم بشكل كتير واضح مثل المي والزيت، فبتقدروا تختاروا وتشتغلوا، وأنا بمرقكم مثل ما بيقولوا بين النقاط وبتكونوا على شط الأمان.
بالنسبة خلينا نشوف الأيام الأكثر حظاً، خلونا نشوف. بالنسبة للأيام الأكثر حظاً، تاريخ 5/6، تاريخ 14 بعد الظهر توقيت عالمي، 15/16، تاريخ 24/25. بالنسبة للأيام الأقل حظاً، 1/2، 7/8/9 حتى الساعة 2 بعد الظهر توقيت العالمي. ايضا في عندكم تاريخ فارغ من كل الحظوظ، كونوا حذرين، 12/13 و14 حتى الساعة 1 الظهر توقيت العالمي. عندكم ايضا تاريخ متقلب، 21 المساء، 22/23، وانتبهوا من تاريخ 28 و29. بالنسبة للمواليد لنشوف شو حطت لكم. الاكثر حظا فيها تكون مواليد تموز يوليو، هذه تأثيرات الشمس من القوس، عطارد وأيضا الزهرة والقمر الجديد. بينما يلي لازم تنتبه من تأثيرات معاكسة كوكب زحل هي 11 12 13 و14 آب أغسطس. بتمنى لكم شهر حلو. بنلتقي مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي. مرحبا مواليد برج العذراء، كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022 بالنسبة لكم هو شهر كتير حلو، شهر معطاء، شهر كريم، شهر بيعطي، شهر بيقوي، شهر بيدعم، شهر ما بياخد منكم، بالعكس تماما. الجزء الأول منه هو جزء رائع مميز، بيدعمكم جسديا فكريا، قدراتكم مهاراتكم كلها 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 بتبين بشكل كتير رائع، بتطلع إذا مدفونة مثل ما بيقول بقلبنا نحن بنستحي وخايفين منها، فجأة في شيء إذا أنتم حابين بخليها تبين بشكل أفضل وتندعموا على كل المستويات. الطالب بشهر نوفمبر 20 الثاني رح بيكون شهر عنده سريع، تستوعبوا بسرعة، تفهموا بسرعة، نشيطين، ما نكون سهيانين، أوقات الواحد بيسهم قالوا جلد يدرس، رح بيكون في عندكم نشاط، وحتى النهار اللي بتشعروا فيه انكم تعبانين ونعسانين بترجعوا بتعوضوا فيه بقوة. لذلك هو شهر كتير مهم للشغل، للعمل، للسفر، للتنقلات، للأعمال، لكل أنواع المعاملات المهمة والكبيرة والقضايا الكتير كبيرة خلال هذا الشهر. بالنسبة لكم طبعا مواليد برج العذراء، الشمس موجودة برج الثالث عندكم في البيت الثالث، بيت الكلام، بيت الدقة، بيت العمل بشكل كتير كتير كبير. عنا قمر جديد، عفوا في عنا خسوف للقمر في برج الثور الترابي صديق لكم بتاريخ 8، هو يلي بيعطي صورة للجزء الأول من الشهر. هذا القمر يلي رح بنشوفه أحيانا خلال هذه الفترة ب 7/8/9 هو من برج الثور، صحيح خسوف لكن انتم مش متأثرين فيه، له علاقة ببرج الثور. انتم بالنسبة لكم هذا قمر رح يدعمكم، رح يقويكم من البيت التاسع، لكن يلي مسافر يلي عنده امتحانات يكون شوي حذر اكثر لانه خسوف، لكن بجميع الاحوال هو قمر مقوي مدعم للاعمال للنيات للشغل للانجازات. وفترة ايجابية طبعا بيكون فترة ايجابية وبتسمعوا عنه بالابراج الاسبوعية واليومية. في عنا مش بس الشمس موجودة ببرج العقرب البيت الثالث، في عنا الزهرة وفي عنا كوكب عطارد، يعني بدكم تشوفوا انه كوكب عطارد ما عم بيلحق لكم، تليفون ما بيهدى ما بيهدى، بدكم تنتبهوا لانه معقول تخسروا كتير تشريج تشارجينج نقاط، فيمكن تضطروا تشتروا او تشارجوا زياده، فكونوا منتبهين. كوكب الزهره راح يحملكم خبر، وراح يحملكم خبريه، رساله، نتيجه او اتصال بفرحه معينه. فكل شغلكم، كل تنقلاتكم، كل اهتماماتكم، كل مجهودكم مفروض يعطي نتيجه ممتازه. بنروح للجزء الثاني الذي يبدا صباح 22 حتى اخر الشهر. هون الشمس صارت ببرج القوس بالبيت الرابع، عم بتشكل مربع مع برجكم. في عنا قمر جديد بتاريخ 23 كمان برج القوس، يعني وكأنه في بداية لصفحة عائلية او صفحة، يمكن تكون صفحة شخصية لألكم، يمكن يكون العلاقة بتغيير مكان إقامة، تغيير مكان سكن، يمكن تغيير بحياتكم، حالتكم الاجتماعية، بتتزوجوا، بتطلقوا، يمكن يكون في بيبي، يمكن تخطبوا، أو يمكن يكون في عندكم حدث حلو بالبيت عم تحتفلوا فيه، عم بتغيروا فيه.
في عنا الزهرة وفي عنا عطارد هونيك ماشيين مع الشمس، فبالتالي صحيح في عجقة وفي هيك شوية خفقة، لكن كوكب الزهرة بيضلوا عم بيساعدكم. مش كل عجقة، مش كل توتر سلبي، انتبهوا، مش كل توتر بيكون سلبي، بيكون في اشياء مهمة عم بيشغل عليها وانتم بتقدروا تساعدوا حالكم. وتقريبا دايما دايما كوكب الزهرة بيضل عم بحد الشمس وبيضل عم بيساعد نوعا ما صاحب هالتأثيرات أو اللي عنده هيدي التأثيرات. كله على بعضه أنا بعتبره شهر حلو. برجع بكرر، خسوف القمر إيجابي، القمر الجديد ببرج القوس قد يحمل خبر أو تطور مهم على صعيد شخصي. نقوا اختاروا الأيام الأكثر حظا لكل تحركاتكم، لكل زياراتكم، لكل تواصل مع الآخرين، لحتى تضلكم ماشيين بطريقة إيجابية. بما أنه الجزء الأول إيجابي، إذا اخترتوا يوم كثير الحظ من الأيام الأكثر حظا، معناتها تكتر عندكم نسبة النجاح، بتطلع بشكل هائل. ونفس الشيء بالجزء الثاني اللي هو فيه تقلبات، إذا رحتوا على يوم قليل الحظ تكتر المسائل الضاغطة. الأيام الأكثر حظاً تاريخ 7-8-9 حتى الساعة 2 الظهر توقيت العالمي، تاريخ 17-18-19 حتى منتصف النهار توقيت العالمي، من أجمل الأيام القمر ببرجكم. عندكم تاريخ 26 و27. بنروح للأيام الأقل حظاً، تاريخ 3-4، تاريخ 9 بعد الظهر 10-11، تاريخ 14 بعد الظهر 15-16، كونوا حذرين. بيرجع عندكم تاريخ 24 و25، ثم تاريخ 30 بتكونوا منتبهين، خاصة طبعا الأيام أقل حظا بالجزء الثاني. الأيام الأكثر حظا 9 ل 11 أيلول سبتمبر، تأثيرات الحلوة الممتازة من كوكب أورانيوس، ورح بتلاحظوها بالأيام الأكثر حظا. كوكب بلوتو بيعطي تأثيرات رائعة جدا لمواليد 19-20 و21 سبتمبر. تابعوني بالأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي. مرحبا مواليد برج الميزان، كيف بده يكون شهر تشرين الثاني نوفمبر السنة 2022؟ شهر نوفمبر 22 هو شهر جيد بالنسبة لكم، شهر يقدم، شهر ما بياخد، شهر بيساعدكم تكملوا يلي بدأتوا في شهر أكتوبر، يلي هو طبعا بدأتوا في صفحة جديدة. لا يوجد سلبيات بشهر أكتوبر، لا يوجد معاكسات، لا يوجد ضغوط، بالعكس تماما، في عندكم مثلث كتير مهم بين زحل، بين المريخ وبين برجكم، تأثيرات ممتازة، الشمس وعطارد موجودين أصلا في برج العقرب بيت المال، عندكم بعدين الشمس وعطارد والزهرة بينتقلوا البيت الثالث، كله على بعضه أنا بعتبره شهر كتير مهم، مهم جدا. يعني البيت الثاني وبيت الثالث، بيت المال وبيت الشغل، بيت النتائج وبيت التنقلات، كلها عم تشتغل في هذا الشهر بطريقة ممتازة وفعالة. وإذا دخلنا الخسوف، خسوف القمر في برج الثور اللي هو بالنسبة لكم البيت الثامن، انتو شخصيا ما نكون معنيين في هذا الخسوف، فقط مواليد برج الثور لانه الخسوف عندهم. لكن بقلكم انتبهوا، هدول اليومين الثلاثة مع خسوف القمر بقلكم انتبهوا على كل تصرفاتكم، كل معاملاتكم، كل توظيفاتكم، كل مصروفكم، بيعكم وشراكم، حتى على بوليصات التأمين، الأمور الصحية بتكون معكم كل الملفات وكل البطاقات الثبوتية، بتكون حوالي القمر المكتمل في برج الثور حوالي تاريخ 8، يوم قبل ويوم بعد. فلما بتشوفوا هذا القمر بالسماء بتاريخ 8 قبله بيوم بعده بيوم، قولوا كارمن قالت لازم ننتبه على أغراضنا، مصرياتنا، ما نبعزق المصاري وننتبه على صحتنا. كما أنه أحياناً هذا القمر قد يجلب بعض الأشخاص يلي بيطالبوكم بقصة قصتين وبترجع بعدين بتنتسى. الجزء الثاني يبدأ بصباح 22 مع وصول الشمس لبرج القوس البيت الثالث يلي بيسرع عنكم القوة الفكرية، الطاقات الجسدية، يعني بتصيروا أشخاص مولعين، أشخاص كتير قوية، أشخاص كتير واضحين، واضحين بأفكاركم، بتحركاتكم، بكل شيء عندكم. أنا بعتبر فترة وجود القمر في برج القوس فترة رائعة جداً،
كل ما يكون في شمس وعطارد وزهرة في البيت الثالث، ما بتفرق بأي برج، بتكون الشخص صاحب العلاقة قوي جدا، ما في شيء بيوقف ببرجه، وأنتم من هالأشخاص اللي رح بتكونوا مميزين فعلا. بتاريخ 23 رح بيكون في عنا قمر جديد في برج القوس بالبيت الثالث، يا سيارة جديدة عندكم، يا مكتب جديد، يا سفرة، يا خبر، يا مشروع، يا بريزنتيشن مهمة عندكم إياها عم تشتغلوا عليها. قد تحمل بعض التوتر فقط لأنه شغل، فقط لأنه مسؤولية، مش لأنه في شيء سلبي، لا يوجد سلبيات، برجع بكرر، لذلك أنتوا على شط الأمان، فاشتغلوا من كل قلبكم. هذا شهر ممتاز جدا 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 لجميع مواليد برج الميزان. بالنسبة للأيام الأكثر حظا حتى تستفيدوا منها، 1 و2 تاريخ 9 بعد الظهر ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر توقيت العالمي، تاريخ 10-11، تاريخ 19 من منتصف النهار عالمي، 20 و21، وعندكم تاريخ 28 و29. بالنسبة للأيام الأقل حظا تاريخ 5-6، تاريخ 12-13 وصباح 14 عالمي، تاريخ 17-18-19 حتى منتصف النهار، فترة فارغة من الحظوظ، عندكم فترة متقلبة 26 و27. خلونا نشوف إذا في عنا مواليد، إذا حاطة مواليد، وطبعا عنا تأثيرات ممتازة من كوكب زحل لمواليد 11-12-13 و14 أكتوبر، هذه المواليد الأكثر حظا، مع أنه بلاقيكم كلكم محظوظين. بدي أتمنى لكم شهر حلو، نلتقي، تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي. مرحبا مواليد برج العقرب، مواليد برج العقرب، كيف بده يكون شهركم؟ شهر نوفمبر تشرين الثاني سنة 2022، يعني شو بدي اقول لكم، الشمس موجوده ببرجكم، عطارد موجود ببرجكم، والزهره موجود ببرجكم، تاثيرات رائعه مهمه جدا جدا جدا، قويه جدا، بتعطيكم كثير، بتقويكم كثير، يمكن بتسبب بعض الحرج لكم بسبب يمكن حماستكم، بسبب تسرعكم، بسبب بركتكم، لانه عطشانين انتم للاخبار الساره. ليه؟ لانه شهر اكتوبر كان شهر بطيء جدا، شهر ما عطاكم اللي بدكم اياه، لكن كل سنه بيمرق هيك شهر لحتى ترتاحوا فيه وترجعوا بتقلعوا، انتم قلعتوا اصلا بتاريخ 23 اكتوبر. المهم عندكم حوالي 3 اسابيع حتى صباح 22، من 1 ل 22 صباحا القمر الشمس موجوده ببرجكم، عم تعطيكم اجمل الطاقات، وحتى تقريبا تاريخ 16 أو 17 بين الزهرة وعطارد أجمل وأقوى الأخبار المالية، العاطفية، الربح، الانفراج، تيسير الأمور من نصيبكم. بتاريخ 8 بدنا ننتبه، في عنا خسوف للقمر في برج الثور، البرج المقابل لإلكم. هون صحيح هو هذا الخسوف مش موجود ببرجكم، موجود في ضمن عند الشريك، عند الآخر، الطرف الآخر، لكن لأنه أنتم معنيين فيه بطريقة شوي غير مباشرة بدكم تنتبهوا، لأنه في احتمال أنه هذا الشخص اللي عنده خسوف شريككم بالحياة، شريككم بالعمل، يمكن يكون جاركم، يمكن شخص عم تتعاملوا معه بقضية معينة، عم تشتغلوا بروجي سوا، بدكم تكونوا حذرين، كونوا حذرين ما تسببوا مشاكل. أصلاً فترة خسوف القمر هي متوترة، تاريخ 7-8-9، لأنه القمر بتشوفوه بالسماء وقتها، قولوا تذكر أنه هذه فترة تقريبا فترة توتر بسيط خاصة مزاجي. تذكروا، برجع بكرر، الشمس والزهرة وعطارد ببرجكم، لا خوف عليكم، لكن في فترات أيام متقلبة انتبهوا لها. الجزء الثاني، بالجزء الثاني ابتداء من تاريخ 22 الشمس بتروح لبرج القوس للبيت الثاني، طبعا سبق الزهرة وعطارد، في عنا قمر جديد في برج القوس بتاريخ 23، فهالقمر الجديد في البيت المال قد يجلب لكم مفاجأة مالية حلوة، ومفروض تكون حلوة لأنه لا يوجد سلبيات، إلا إذا أنتم نازعين بشكل كتير كبير في مرحلة ما، فالتأثيرات تكون صعبة. لذلك مواليد برج العقرب
ما تسببوا لحالكم مشاكل مالية. هيدا الشهر كله من أوله لآخره بتنتبهوا على الأمور المالية. ليه؟ تتذكروا أنه كارمن قالت أنه ب 23 في قمر جديد في برج القوس بيت المال، فما بدنا ننزع، ما بدنا نتسرع ونوافق على شيء نرجع نضطر نشوف كيف بدنا ندبره من دون ما يحطوا لنا بند جزا، من دون ما يشغلوا بند الجزا. لذلك كونوا منتبهين. مواليد برج العقرب الجزء الثاني انا بعتبره بصراحة انا بعتبره ايجابي، حتى ولو في بعض الانهماكات المالية. شو فيها؟ مين ما عنده انهماكات مالية؟ مين ما عنده انشغالات مالية؟ كلنا عم نركض بالنسبة لهذا الموضوع، ان كان المصارف، ان كان من تحصيل حق مثلا، بدكم تنتبهوا. لكن اهم شيء تنتبهوا له انه ما حدا يحتال عليكم في يوم من الايام القليلة الحظ. وتذكروا انه القمر الجديد في برج القوس قد يحمل لكم فرصة قد تكون عابرة لحتى تقووا حالكم مهنيا، دراسيا، ويمكن حتى اجتماعيا. المهم تنتبهوا من المصاريف. بعض مواليد برج العقرب يمكن عندهم انتصار لمشروع ما يلي مبلش فيه بقوة من قبل. شهر كتير حلو بصراحة من أوله لآخره. روحوا على الأيام الأكثر حظا لأنها بتكون ممتازة، مثل تاريخ 3/4 رائع، تاريخ 12/13/14 حتى الساعة 1 الظهر توقيت العالمي رائع جدا. روحوا على تاريخ 21 المساء و 22 صباحا، بيكون 22 القمر ببرجكم، كل 22 رائع، كل 23 رائع، مع انه المساء، لا عفوا، هو تاريخ 21 المساء و 22 رح بيكون فترة قصيرة، 23 كمان القمر ببرجكم حتى 8 المساء القمر ببرجكم. عندنا تاريخ حلو هو 30، يعني بتختموا الشهر بطريقه حلوه. خلونا نروح للايام الاقل حظا، كونوا منتبهين تاريخ 1/2، كونوا منتبهين تاريخ 7/8/9 حتى الساعه 1 الظهر 2 الظهر توقيت العالمي. انتبهوا من تاريخ 14 بعد الظهر 15/16، فتره فارغه من الحظوظ بتاريخ 10 عفوا بتاريخ 19 الظهر 20/21، كونوا حذرين 28/29. بدي اتمنى لكم اسبوع، اتمنى لكم شهر حلو. خليني اعطيكم، في عندنا كوكب الزهره بيعطي تاثيرات ممتازه لمواليد شهر نوفمبر. طبعا كل مواليد نوفمبر عندهم بلحظه ما، هيدي يوميا واسبوعيا فيني اذكرهم، عندهم فسحة أمل وحظ حلو بدقبابكم. هاي مرة بالسنة كوكب الزهرة بيمرق ببرجكم، لكن مرقته الزهرة كتير سريعة. يعني لازم ينتبه 8 9 و10 نوفمبر، هيدا تأثيرات كوكب أورانيوس. بتمنى لكم شهر حلو، تابعوني بالأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.